يطفو عرب. هو تاج العربية الأول، والشعر العربي أساسا شعر بدوي لأنه جاء من بادية العرب منذ ما قبل الإسلام بعدة قرون. أما الشعر البدوي الموجود عند عرب الطحوية في جزيرة سعود فالحقيقة هو شعر بدوي بيتميز بخصائص متفردة بتميزه عن باقي الشعر العربي اللي موجود، الشعر البدوي اللي موجود عند باقي القبائل العربية اللي موجودة في مصر. مجرودة العرب هي مجرودة تفخر بأمجاد العائلة، يذكر فيها سادات الموضوع مع وصف أعمالهم الجليلة والاحتفاء بها، بالإضافة إلى وصف ما يتصف به العرب من صفات كالكرم والبود والفروسية والشهامة. ويمكن ملاحظة فارق منطقي بين الراوي الكهل والراوي الشاب، ففي حين يهتم الأول بذكر المجاريد القديمة ذات اللغة الصعبة والمعاني المبهمة والتي لا يعرفها سوى كبار القبيلة، فإن الراوي الشاب الذي يجد صعوبة في حفظ وفهم المجاريد ذات اللغة الصعبة يلجأ إلى حفظ المجاريد التي استحدثت بعد ذلك، والتي تمتاز بلغتها السهلة إلى حد ما، خاصة إذا كان في بداية ممارسته لدور الراوي. المجاريد عبارة عن منظومة شعرية بتندرج داخل إطار الأهداف اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية. ممكن تكون مجرودة بتتحدث عن الفخر بالقبيلة وبنسبها، أو بتتحدث عن مآثر القبيلة القديمة، أو عن الأجداد القدامى للطحاوية اللي استقروا بالشرقية. ممكن تكون قصيدة غزلية، وهنا بنرجع تاني لأحد أهداف الشعر العربي عموما هو الغزل أو أحد المقاصد يعني. ممكن تكون مجرودة بتتكلم عن الرثاء لعزيز فقد يعني، أو حتى الهجاء. كل أغراض الشعر العربي المعاصر موجودة في الشعر البدوي اللي موجودة عند عرب الطحوية بكثير. يعني مجرودة هي مرادف للقصيدة ولا في اختلاف؟ بالضبط كده، لا بالضبط كده، المجرودة هي مرادف للقصيدة. إذا قلنا القصيدة دي كلمة فصحى، فالمجرودة هي كلمة بدوية بتمثل القصيدة، بتوازي القصيدة في الشعر المعاصر، وبتبدأ أيضا بنفس المقدمات اللي بيبدأ فيها الشعر الحديث يعني، أو الشعر الفصيح بيبدأ بها. وليها المجرودة ليها مقدمة وليها موضوع وفي النهاية ليها خاتمة، وكمان بيبقى فيها مجاريد كتيرة بتتحدث عن الكثير من الأفكار النبيلة أو المواعظ وتقديم الحكم والمواعظ للمستمعين. الخانة من بعد زمان.
يا مولى الجنة محرودة مرحب يا كاحل الأنظار مرحب يا كاحل الأنظار مرحب يا كاحل الأنظار مرحب يا كاحل الأنظار مرحب يا فايز عجيل توب يسعدني بالحيل الجيد وصافك بالتفصيل ونحكي قدام الحضار ونحكي قدام الحضار ونحكي قدام الحضار هي مجرودة مربع تتكون من اربع شطور. الصف اللي موجود معايا بيكرر معايا الشطر الرابع اللي هو مرحب يا كاحل الانظار. بالنسبة للمجرودة اللي انتلت في مجرودة بتقول هيا شوف اللي بتياب كلفهن غالي بالتتمين هيا شوف اللي بتياب كلفهن غالي بالتتمين بمشية وسياسة واداب تخف عقول الصلابين تخف عقول الصلابين الشقيه هي البيت الذي يفتح به الكف وهي عباره عن نصف بيت من الشعر لكنه يحمل معنى بيت كامل ويجب الا تتكرر في الكف وعلى كل مصواب ان ياتي بجديد فيها. شتية نوعين، في منها شتية مثلث وهي عبارة عن شطر بيت بس بيحمل معنى بيت كامل. يعني مثلا بيقولوا الصوب فريضة على الحيين الصوب فريضة على الحيين. معنى الصوب فريضة على الحيين، الصوب دي نفسها هي علم الكف بالكامل. العلم بيتقال عليه علم وبيتقال عليه حجة وبتقال عليه في الغرب في ليبيا غناوة علم. العلم برضو عبارة عن بيت شعر بالنسبة للي بيغني بيجيب أوله. يعني مثلا لما نقول بدي أقول إلكي زمان يا عين ناس يا مي قاعدك مع أصحاب الصوب. إلكي زمان يا عين ناس يا يعني واحد بيحب كف العرب وما جالوش زمان فإيجا، فلما عاش في الجو نفسه بيقول الكي زمان يا عين ناس يا مقاعدك مع اصحاب الصوب. اصحاب الصوب لهم اصحاب الكف، فهو بيلقي زي برضو بيقول لازم الزمن اللي احنا بنعملها في الكف وبيبقى فيه الناس اللي جنبي على اليمين الناس على الشمال بتساعدني فيها اللي هي زي كده يعني والكي زمان يا عين ناس يا وزمان يا عين ناس يا والكي زمان يا عين ناس يا والكي زمان يا عين ناس يا وزمان يا عين ناس يا والكي زمان يا عين ناس يا مقعدك مع اصحاب الصوب. ويبدا كف العرب بحيث يقف من اهل العريس خمسه افراد او اكثر يمثلون صفا واحدا وجوههم ناحيه الضيوف بحيث يتسنى للحاضرين ان يشاهدوهم وتكون الاكتاف الى بعضها البعض ويقومون بالتصفيق سقفه تلو الاخرى ببطء وهم ينشدون خير المس على زينين. وهذه هي بادئه كف العرب والتي تميزه عن غيره من سائر فنون العرب ان يكون التصفيق في اوله مع خير المس وفي اخره مع على زينين بواقع سقفه مشتركه لكل مقطع.
وبعد بداية الكتب بدقائق معدودة يزداد عدد المشاركين فيه بشكل ملفت، بحيث يمثلون صفا واحدا طويلا، ويبقى الصف على هذا الحال بانتظار الحاشي. بدون الحاشي الى حلقة كف العرب يتغير كل شيء، ويزداد عدد المشاركين في الكف، ويعلو الصوت، ويشتد التصفيق، ويشتعل المكان، وتعلو الزغاريد، في حين تتداخل اصوات البنادق في جو ملحمي بريد. وتقف الحاشي على بعد 10 أمتار من حلقة الكف، عصاتها الى الارض ثم ترفعها الى اعلى، ويشتد التصفيق المنغم الى الاسرع، وتدخل الحاشي عدوا مرة بطرفي حلقة الكف ذهابا وايابا، ثم تقف امام الصف وتأخذ في الرقص بشكل ينسجم مع ايقاع الكف لمدة نصف الساعة تقريبا، حتى اذا ارخت عصاتها الى الارض توقف الكف فورا. وقد تلقي الحاشي العصات على الارض وهي ممسكة بطرفها، ويعتبر هذا دلالة على عدم رضاها عن حماس الصف الواقف امامها، فيفهمون ذلك ويزيدون من اتقانهم حتى لا تلقي العصا، وقد يدخلون معها في دور عناد حتى يكلونهم من التصفيق، ولا تتعب هي من الرقص، ويضحكون لانها قد اتعبتهم، ويبدو ان الليلة ستكون عظيمة. العرب يتبدل في كل المناسبات الثانية، ممكن في حفلات الختان، ممكن في شيخ من الشيوخ راح يؤدي فريضة الحج وراجع برضه يعمل كف عرب، وبعدين في حالات الأفراح. وهو بيتعامل قبل الفرح ب 15 يوم وبيختار الميعاد على أساس إنه الفرح يكون مع القمر، لأن القمر بيزيد من إبداع الراوي. لما بيكون كان زمان الكف مفيش ضوء، يعني ضوء بسيط جدا، لكن بيعتمد على ضوء القمر الحديد، يعني القمر بيساعد جدا. فكان بيستمر 15 يوم قبل الفرح. بتحبك جدا الليالي الاخيره في الكف، لانه في ناس يعني بتحب تيجي من بعيد، فبتفضل انها تيجي في الليالي الاخيره في الكف، بتكون كف حافل جدا وبيكون في اكثر من حافل. I'm not going to be able to do it.
بدي انا احلاها.